أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير. يهيمن على الواجهة الأمامية شبك اف مونتين السميكة المميزة من نيسان، بينما يبرز الجزء الخلفي والجانبي من السيارة من خلال أعمدة السقف الخلفية ذات السقف العائم. يأتي طراز SR مع شبكة كروم داكنة مميزة ومصابيح أمامية LED وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة وأغطية مراية جانبية سوداء ومقابض أبواب بلون السيارة. تشمل العناصر الخارجية المتوفرة في نيسان الشكل الجديد الشبكة التعبيرية ذات الحركة على شكل حرف في بلمسة نهائية من الكروم الداكن ومصابيح LED خلفية وأمامية مع مصابيح تشغيل نهارية مميزة ومصابيح ضباب LED أيضا. طبعا هذه المصابيح سوف تتوفر بنسخة الفول كامل، وسقف عائم بأعمدة رفيعة وفتحة سقف واحدة، لا يوجد فتحة سقف بانوراما في النسخة الصينية سوف تكون. لاحظوا الجانبية